الفيديو هذا ما راح يكون بروفيشنال أو مجمع أشياء، لا. فنبدأ. السلام عليكم، أهلا فيكم في شيء جديد صار لي. أنا اليوم جات لي قطع كثيرة، أشياء كثيرة جايتني، وأنا عندي الآن طالب من أبل 4 جوالات آيفونات حق الأهل طبعاً. فجاني واحد، لكن تغليف مش تغليف أبل. الأشخاص اللي موجودين في أمريكا يعرفون كيف الباكج اللي تجيبه أبل من USPS أو فيدكس. جاني واحد ما أدري شنهم مع القطع، قلت أفتحهم. إلا فتحت واحد منهم، هذا أبل ما تغلف كذا، خصوصا في الآيفون. طلعت الجهاز، أنا من النوع اللي أوكي يعني أهلي شلو تبون الآيفون، الآيفون كذا النوع ذا كذا النوع، أوكي خلاص. فطلبت وجه، أرسلت لهم الجهاز، الآيفون 12 برو ماكس 128 جيجا الذهبي. قالوا إحنا ما طلبنا ذهبي، دقوا علي، ولو ما كلموني برضو كان بترك الجهاز هنا وانتظرهم يردون علي، وأقول يمكن أشحن السعودية لهم، أنه خلاص أنا الطالب أجهزة أبل، أوكي برسلها. من النوع اللي بفتح موقع أبل مرة ثانية وعندي طلبات ثانية براح تجي وأدور النوع اللي يبون، بس أنا أدري إنه واحد منهم طلب ذهبي. فأنا كنت ناوي إني أرسل السعودية. قالوا لي ما طلبنا، الحمد لله انه ردوا. قلت لهم كيف ما طلبته؟ والجهاز منين ده؟ فتحت الاوراق الثانيه اللي موجوده فيه حق الشحن، ما الشحن من النوع اللي ما افتحها، ما انا ندري انه ليش افتحها، متعب نفسي، اوكي ايش بيكونون يعني شحن اوراق شحن وكل شيء معلومات والعنوان حقي. طلع لا، هذه المعلومات وكل شيء طلع اصلا مش لي، لشقه ثانيه، هذا عنوان الشقه. يعني الحين موظف الشحن جا ورماي عند الباب مع الاغراض الثانيه ومشى. انا اقدر استخدم الجهاز، اخذه الحين واستخدمه عادي، ما حد راح يقول لي ولا حد. ولو يجي الموظف مثلا قدام، هو راح الشخص اللي راح ياخذ الجهاز اللي طلب الجهاز بيكلم الشركه بيقول له ما وصل الجهاز، بيتكلم وننتظر وبيكلمون فيدكس، ويمكن ضاعت القطعه والايفون. الموظف لو بيخاف ولا شيء، لو بيسوون شيء الموظف، الموظف بيجي يطق الباب عندي بقول له ما اخذته، انت اصلا ما سلمتني اياه، انت راميه من الباب. طيب اقل شيء شركه اي تي ان تي راح تقفل الجهاز وانا اقدر ابيع قطع، هذا يعني الشيء اللي بعد شهر شهرين اقدر ابيع الجهاز الان لحق شخص اقوله جديد ويتوهق بعدين هو ما يعرفني مثلا يروح ابل. لا مش ابل، لانه الجهاز حق ابل بس الشخص هذا من اي تي ان تي، اي تي ان تي اللي هو ارسلتها له مشكله شحن. الحين ليش كذا؟ يعني اعطيكم اياها جوال ايفون 12 برو ماكس اللي العالم الان تتكلم عنه واللي مش متوفر، يجيك هديه للبيت كذا فجأة؟ الشخص ما راح أقول لكم 90% لكن 50% من الأشخاص راح يستخدمونه ياخذونه، أمريكان ما أقول لكم، يجيك كذا فجأة مجانا. المهم نروح معكم الحين ونشوف شقة الشخص، أطق الباب عليه أنتظر يرد عشان أعطيه، أتركه من الباب ما أدري. شوف طبعا أوكي أنا 1D هذا 1A، فبيكون في نفس المكان هنا B C هنا. هذا الشخص ما عمري شفته. هل اترك الجوال يم الباب؟ هل ما ادري ايش اسوي؟ يعني طبعا راح اتاسف للبدايه انه فتحته، لكن لان الخارج صح الاستيكر الموجود خارج برا على الكرتون، لكن ما في ادرس. يعني انا لو شايف الادرس برا راح اعرف انه مش لي. لا والله موجود الادرس. الادرس موجود لكن رقم الشقه موجود في الخلف هنا. اوكي الادرس البدايه، عنوان المبنى نفسه فأنا نفس الشيء، لكن الشقة تختلف. برضو اسمها والله موجود، هي بنت، ليش أنا ما قريت اسمها؟ بتأسف لها، لكن تحمد ربها أني أنا فتحت الكرتون بس ما فتحت الجوال، تحمد ربها يعني. فنطق الباب ونشوف إن شاء الله يردون. أنا ما أسمع لكنكم والله الكلب حقهم على طول، عشان نمر هناك تسمع صوت الكلب. هذه الشقة ما حد رد مرة ثانية، الكلب داخل بس هذا الصوت. طيب اذا ما سمعوا صوت الكلب ما افتحوا. الخويته طلعت خويته، ما سمعت الكلام اللي قاله وما اتوقع انا هو سمع الكلام اللي قلته انا من صوت هذا طوله.
شفتوا سمعتوا صوت الكلب. المهم عطيناه اياه، ف جهاز حق خويته تشكرني انا مره مرات صارت لي صار لي موضوع نفس الحركه. الحمد لله انه تشكرني يعني، بس الرياكشن حقه مش ذيك الدرجه، بس اوكي شكرا ما خويتي اوكي شكرا. بس مره مرات صار لي نفس الموضوع قبل اقل من سنه، كان جاتني حواله هنا ورحت استلمها من تحويل وستر يونيون وديلي، جاني حواله ب 1400 دولار رحت بستلمها، خدتها طلعت ركبت سياره وقفت في المواقف بحسب الفلوس مره ثانيه طلعوا 1700. اوكي رجعت كلمتها اوكي اخذتها كذا بس، ما في شكرا ما في، لان لو احسبوا مره ثانيه جردوا يمكن يقولون انها هي سارقه او بياخذون من راتبها المبلغ اللي اعطتني اياه مجانا. ما في شكرا ما في شيء، على الاقل قال شكرا. المهم هذا الفيديو بس اللي حبيت اقول لكم اياه، الشيء اللي صار لي الحين ان شركه شحن مثل ما قلت لكم ارسلت لي جوال مجانا كذا، ولو مكتوب عليه بريبيل يعني اصلا مش كونتراكت معاها مو شكلها، او انه يعني دفع كامل حق الجهاز ما عندها تاجير شهري او شيء، لان دفع كامل خلاص انت دافع كل شيء اصلا اوريدي، ما في اقساط قدام، فدافع قيمه الجهاز كامل هي. لو اقساط اذكره ان لو كان عندك اقساط مع الشركه هنا اي تي ان تي نفس الشركه حقتي برضو راح يكون اول 6 شهور تقريبا اجباري انك تدفع لحق، حتى لو نسرق الجهاز تدفع 100 و200 عشان يعطونك جهاز جديد، لان هذا الشيء اللي صار. بس نبري بي تقريبا ان خلاص بدون كونتراكت ما يحتاج تسوي ذا الشيء، انت بتوهق تدفع قيمه الجهاز كامل. المهم في نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حساب السناب شات، تشرف بضغطكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع، ولا تنسون من فضل دعاكم، والسلام عليكم.